انا جاي وعايز اعرف حاجه واحده بس، هتتجوزيني ولا لا؟ جواز ايه وهباب ايه دلوقتي يا طنبيل؟ لو حد شافك من الغجر هيقتلوني زي الفرخه، ده غير الفضيحه. بقول لك يا سيد امشي بسرعه دلوقتي قبل ما الغجر ما يشوفوك ويحكموا عليها بالموت. بقول لك ايه، ما انا لازم اسمعها قبل ما اسيبك. هي ايه يا تمديل؟ بتحبيني؟ بقول لك يا راجل انت امشي بسرعه، امشي بسرعه يا سيد، امشي بسرعه وهاجي بكره هفهمك على كل حاجه. طب خدي مني دي يا فافي، تحميكي من الحسد ومن العين. قلت لك بكره يا سيد، بكرة يا أوتوبيل. يلا قوم غافي، ما تكسريش بخاطري، خديها. قلت لك بكرة يا أوتوبيل. يا سلام، يلا ما يلا خف الجتة بني آدم. ولا بصراحة بقى، خف الجتة وخد لك سكة. يلا يلا، يلا. الليل عدى نص من زمان، مش هتخش تنام يا بدارة؟ مش جاي لنوم، الناس كلها نايمة في ستر وأمان، وإحنا قاعدين فوق الجبل زي الدياب، استنى طلوع الشمس عشان ننزل ناخد رزقنا من جيوب الناس. ده قدرنا يا حبيبتي، ومحدش يقدر يهرب من قدره، واحمدي ربنا إن إحنا ديابة مش نعاك. أيوة بس الناس دي نايمة ومرتاحة. بقول لك يا بدارة، انت مخاصمه الجواز ولا مخاصماني ولا خلاص ربطت على الحزن؟ يعني عايز نمسك للحزن ننبه واقول له خلاص ما حدك خلص؟ امال لو ما كانش المرحوم جوز الله يرحمه كان صاحبك وحبيبك. بنت اصول يا بداره، وانا هصبر على شوقك، وانا هفضل ملكك وتحت امرك طول ما انت على عهدك يا مسعد.